مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة يوم الاثنين من برنامجكم برنامج أخباركم. عبد الحكيم، العديد من الأخبار المنوعة وأيضا راح نستعرضها اليوم في إذن الله ببرنامج أخباركم. وفي حلقة ثاني أيام الأسبوع نبدأها بالعناوين. برعاية خادم الحرمين الشريفين، صندوق الاستثمارات يعلن إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار. إنجاز 60% من لوائح أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة بالمنازل. 80,000 فرصة وظيفية للمرأة بعد تطبيق قرار تأنيث المحلات. بعد عرض الفيديو في برنامج أخباركم، ضبط المتشاجرين على طريق عام بجدة. بدع وخرافات في موقع حليمة السعدية بالطائف، والهيئة تتصدى. إذن كانت هذه مجموعة من العناوين بدأنا بها حلقة هذه الليلة. إلى التفاصيل. إذن أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم الاثنين إطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم. من المقرر أن تركز المبادرة على استكشاف ومناقشة الاتجاهات والفرص والتحديات والقطاعات الناشئة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والاستثمار في العالم خلال العقود المقبلة، كونها نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي. وستنعقد الدورة الافتتاحية الأولى من المبادرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ورئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة. وقد صرح المشرف على صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر العثمان الرميان إن مبادرة مستقبل الاستثمار ستشكل فرصة غير مسبوقة لعديد من القيادات والمؤثرين على مستوى العالم لتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار العالمي، وستكون أيضا المنصة لإطلاق استراتيجية الصندوق الجديدة ليصبح أكبر صندوق للثروة السيادية على مستوى العالم. من خبر مبادرة مستقبل الاستثمار إلى خبر الهيئة العامة السعودية للمقاييس والمواصفات، نشاهد. أكد نائب محافظ الهيئة العامة للسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس سعود العسكر أن اللجنة أنهت نحو 60% من مسودة هذه اللائحة التي يتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين المقبلين. وأوضح نائب محافظ الهيئة أن اللجنة المكونة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهيئتي تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والمواصفات والمقاييس ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والشركة السعودية للكهرباء تعمل على المتطلبات الفنية لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة بالمنازل، مضيفا أن اللائحة ستكون جاهزة بعد عرضها على مجلس الإدارة في المواصفات والمقاييس لاعتمادها بعد انتهاء اللجنة منها لبدء مرحلة التطبيق. وشدد العسكر بحسب ما نقلت صحيفة الاقتصادية على أنه لن يسمح بإنشاء أي منتج سواء كان محليا أو مستوردا في شبكة الكهرباء ما لم يتم الالتزام بالمواصفات التي اعتمدت من هذه اللجنة. طبعا شيء جيد. صحيح. خالد، إن تجتمع عدد من القطاعات من أجل الخروج بمنتج فني يوثق فيه. بالفعل عبد الحكيم، وهذا ليس مستغرب على الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بجهودها المستمرة. مشاهدينا الكرام، من هذا الخبر إلى الخبر الآخر. أكدت مديرة البرامج في عمل المرأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتورة فاتن الساري أن الوزارة ستوفر 80,000 فرصة وظيفية للمرأة خلال تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث وتوطين محلات بيع المستلزمات النسائية التي ستبدأ بداية شهر صفر من العام الهجري الجديد. وأشارت المسؤولة وفقا لصحيفة عكاظ أن تجربة الشركات في تأنيث المحلات النسائية كانت إيجابية في المرحلتين السابقتين، إذ إن الموظفات السعوديات يعملن بجدية وكذلك كفاءة عالية.
تهدف الوزارة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وبناء عليه قالت ألساري إن فرص العمل في كل المجالات مفتوحة أمامها طالما تحققت ضوابط واشتراطات بيئة العمل المناسبة للمرأة. وتشمل القطاعات التي تستهدفها المرحلة الثالثة من التأنيث محلات بيع العطور والأحذية والحقائب والجوارب النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة والإكسسوارات والصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع أدوات التجميل. عبد الحكيم، الكثير من التفاصيل حول هذا الخبر ناقشها برنامج أخباركم مع متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تجدونها على يوتيوب حساب شبكة المجد. من هذا الخبر إلى الخبر الآخر. ضبطت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشباب ظهروا في مقطع فيديو متداول أثناء عملية مطاردة وشجار وسط أحد الطرق العامة بمحافظة جدة. وقالت إدارة المرور إنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وفيه قائد مركبة من نوع هوندا سيفيك يحاول أو يقوم بمحاولة اعتراض وصدم مركبة أخرى من نوع تويوتا على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة جدة. فقد تم التعرف على معلومات المركبة وبالبحث عنها وعن قائدها تم القبض عليه وعلى اثنين من المرافقين معهم جميعهم سعودي الجنسية وفي العقد الثاني من العمر، كما تم ضبط المركبة وحجزها. وتم كذلك إحالة الأشخاص إلى جهة الاختصاص لاستكمال التحقيقات وعرضهم على النيابة العامة، ثم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق النظام المروري بحقهم. عبد الحكيم، بالأمس عرض برنامج أخباركم هذا المقطع وكان متداول على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ما انتهت الحلقة حتى صدر بيان إدارة المرور. صحيح. وكذلك يا خالد، في تجاوب سريع من إدارة المرور مع ظهور هذا المقطع. صحيح. تم القبض مباشرة على أصحاب هذا المقطع. خلونا مشاهدين ننتقل وإياكم إلى خبر هيئة الأمر بالمعروف بميسان، نتابع. كثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ميسان التابعة لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، كثفت أعمالها الميدانية والتوعوية في منطقة بني سعد الذويبات على إثر ارتياد بعض الحجاج لمكان يزعم أنه يعود لحليمة السعدية رضي الله عنها مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حيث أكد شهود عيان من أهالي قرية الشوحطة ببني سعد الذويبات أن العديد من عوام الحجاج والزوار يأتون للموقع ويقومون بأعمال شركية من تبرك ومغالطات شرعية. أكد عدد من أهالي دعمهم لما تقوم به الهيئة. وكذلك أعلن المواطنون في هذه القرية الوقوف بجانب رجال الهيئة والشد على أيديهم للإرشاد والنصح، كما طالبوا بمركز دعوي في المكان لإرشاد الزوار وتوعيتهم ومنع البدع والخرافات ووضع لوحات إرشادية بلغات عدة تبين الحقائق. كان عدد من الحجاج والزوار قد تداولوا صورا لهم وهم يزورون موقعا قيل أنه لحليمة السعدية مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم. تداولت أيضا مقاطع فيديو لحافلات سياحية تنقل مئات الزوار للموقع، حيث شهد زوار وهم يؤدون الصلوات ويتبركون بشجرة قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استظل تحتها ويجمعون حجارة للتبرك بها عند عودتهم إلى بلدانهم. خالد، من هذا الخبر إلى خبر يتعلق بمهرجان الرمان، نشاهد. حقق مهرجان الرمان في نسخته السادسة بمنطقة الباحة مبيعات زادت قيمتها 3,700,000 ريال خلال فترة المهرجان. قال رئيس جمعية الرمان بمنطقة الباحة عيد خيران الزهراني إن المبيعات شملت جميع منتجات مزارع الرمان بالباحة التي يزيد عددها على 555 مزرعة، فيما يتجاوز عدد المزارعين 130 مزارع. وأشار الزهراني إلى أن مهرجان الرمان نجح في تسويق محصول مزارع الرمان وتكوين قاعدة تسويقية جيدة لصغار المزارعين من خلال طرق العرض الصحيحة للتسويق وتنويع المنتجات
وتصنيفها من حيث الحجم والسعر، مما ساهم في رفع المبيعات خلال هذا العام. المهرجان كان قد أحدث تغييراً في أساليب التسويق التقليدية عبر ملصقات صغيرة على حبات الرمان تحمل اسم المزرعة، بالإضافة لكراتين خاصة تشمل عبوات متعددة بأحجام مختلفة، وكذلك توزيع برشرات تشير إلى فوائد فاكهة الرمان. خالد، هذا موسم الرمان، وين راعي الرمان؟ وين راعي الرمان؟ خلونا مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى خبر آخر. في مكة هطلت عصر هذا اليوم الاثنين أمطار غزيرة إلى متوسطة مصحوبة برياح شديدة على مكة المكرمة وضواحيها، متسببة في خلق حالة إيمانية وزحاما أثناء طواف الكعبة. هذا وقد باشرت فرق النظافة والصيانة التابعة لرئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باشرت صحن المطاف بالنظافة والمتابعة أثناء اكتظاظه بالطائفين. كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الطائف، وتسببت في إغلاق طريق الهدى الكر بعد أن أدت الأمطار إلى تساقط الصخور وإعاقة الحركة المرورية للعابرين. ومعنا من مكة للتعليق حول هذا الخبر المصور والصحفي بسناب مكة يوسف بجاش. حياك الله يوسف. حياكم الله أستاذ خالد، وحياكم الله أستاذ عبد الحكيم. حياك الله يوسف. يوسف، حدثنا عن اللي شاهدته اليوم من خلال هذه الأمطار الغزيرة اللي نحمد الله ونشكره على هذه النعمة، وإحنا شفنا هذه النعمة واضحة في وجوه المعتمرين. إيه والله، كانت أجواء من بدايتها كانت ما شاء الله، يعني أول شيء كانت بدأت برياح شديدة وعدد من البروق والرعود، ثم توجهت أنا مباشرة إلى الحرم المكي الشريف، ومن الساعات الأولى مباشرة باشرت الرئاسة العامة متمثلة في إدارة النظافة والفرش إلى يعني تطويق الساحات صحن المطاف، بل حتى الساحات الداخلية وبل حتى الساحات الخارجية مباشرة، ورأيتهم وهم ما شاء الله تبارك الله يعني في عمل دؤوب، وكأنها يعني وكأنهم فريق متخصص حتى لهذه الأجواء يعني. نعم. يوسف، احنا شاكرين لك هذه التغطية، وطبعا الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لهم جهود كبيرة في تغطية طبعاً مثل هذه المناسبات اللي أنا أسميها مناسبات مفرحة. صحيح. موسم الأمطار اللي يحصل في هذا الوقت وفي ظل الأجواء الحارة، يعني شيء جميل يعني. صحيح. طبعا الصور المعنى كانت موجودة، وإحنا مثل ما نشاهد حجم الأمطار أو كمية الأمطار اللي تهطل، وكيف كانت واضحة كذلك على ستار الكعبة مدى قوتها، وكيف أن المعتمرين كذلك يعني بشكل كبير كانوا يعني يحاولون يعني الوصول إلى المطاف بشكل واسع من أجل الدعاء والاستفادة منه. صحيح. كان في سلاسة، وكان في يعني سهولة ويسر في موضوع تنظيف الصحن المطاف. لو تلاحظوا كان يعني ما كان في أي ازدحام ولا كان في أي يعني مدافعات، الأمر كان ما شاء الله تبارك الله متسهل وتم بيسر وسهولة وسلاسة يعني. تمام. إذن أستاذ يوسف، احنا شاكرين لك تغطيتك، وأنت المصور و يعني القائم بواحد المراسلين لسناب مكة. صحيح. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات حول أمطار هذه الليلة. خلونا متابعينا وإياكم ننتقل لحديث الصورة. أولى الصور في حديث الصورة، فقرة حديث الصورة في برنامجنا الليلة، هي لقطة نادرة تحكي قصة كنز جدة الذي عثر عليه قبل 57 عاما. عبد الحكيم، تعود قصة هذه الصورة إلى عام 1381 تقريبا للهجرة النبوية في جدة، عندما عثر أحد العمال على قطعة من العملات الذهبية، وهي تقريبا جنيهات إنجليزية، أثناء نقل مخلفات المباني. صحيح. خالد، بعد أن تسامع سكان مدينة جدة بنبأ هذا الحدث، هرع سكان مدينة جدة رجالا وأطفالا للبحث عن بقايا هذا الكنز اللي كان متناثر من بين أنقاض المباني القيمة على شاطئ بحر الطين. بعد هذه الحادثة عبد الحكيم، تم تسمية الشارع اللي شهد عمليات التوسعة والهدم بشارع الذهب، لكون الذهب قد تناثر من أحد مبانيه القديمة التي تم هدمها لأجل التوسعة. صحيح. خالد، معنا كذلك في حديث الصورة هذه الصورة القادمة
لطبيب في أول دوام رسمي غرد عبر حسابه يقول والدتي ما نست لي بالفسحة حتى وأنا طبيب في أول دوام لي. طبعا الله يخلي لنا أمهاتنا، والقلب الأم كبير حتى ولدها موظف ما تنسى حتى بالفسحة حتى وإن كانت بسيطة. عبد الحكيم، هذه التغريدة حصلت على تفاعل جدا 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 عالي بين أطياف المجتمع السعودي وكذلك الخليجي بتداولها بعدد الريتويت وكذلك تفضيل هذه التغريدة بالصورة المميزة. الصورة الثالثة، الصورة الأخرى هي أيضا صورة تم تداولها في ثاني أيام بدء العام الدراسي، وهي لأخ يربط حذاء أخته في أول أيام من العام الدراسي في مشهد بصراحة يعني جدا جميل ولطيف. صحيح، هذه الصورة يعني جعلتني أبحث حول الردود حولها، فوجدت رد لأحد الشعراء اسمع عبد الله العجلان في بعض الأبيات اللي تحدثت بالعامية، يقول اربط حبال خطاي تسلم يمينك ومكانتك تبقى بنفس المكانة يا عزوتي، لو كنت بأول سنينك وأنا بعزوتك يا أخو فلانة. ما شاء الله تبارك الله، صح لسانه. وبالفعل هذه عبد الحكيم صورة جدا حظيت على تفاعل عالي في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. من هذه الصورة مشاهدينا الكرام إلى مشاركات الجمهور. الاحتطاب يعري أشجار منتزه المطار بعفيف، نتابع هذا المقطع. المشاركة الأخرى هي لمضخات المياه وهي تسقط سقف كلية بنات في منطقة جازة، نشاهد. ومن جازان إلى هذا المقطع لقطيع من الغزلان يركض في إحدى محميات المملكة في منظر مدهش، نشاهد. كيف لا يدرون عنها بعض الصيادين اللي تروح فيها. اي والله هذه في احد المحميات في المملكه العربيه السعوديه. ايضا الى مشاركه اخرى وهي لتوصيل مقلده كادت تحول بيت احد المواطنين الى رماد، نشاهد. امر اصلي، وهذا جهاز تشغيل السياره حطيته هنا يشحن، والحمد لله ما حطيته على سجاده او على شيء خشب، احترق والحمد لله ربي سلمنا. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا، اي توصيله او شاحن لا تحطه وانت نايم. الحمد لله رب العالمين ما كنا نايمين، احنا كنا موجودين وتحت في الصاله، وهذا في غرفه النوم، شمينا ريحه الحريق وطلعنا فوق. الحمد لله رب العالمين، ربي سلمنا. ارجو الانتباه، ولا احد يحط شاحن جوال او اي شيء وهو نايم، لانه يسبب حراره ويحترق. انتبهوا. صلى الله. مستمرين في عرض مشاركاتكم، لكن الوقت أزف معنا، ننتقل وإياكم إلى أبرز وأهم الأخبار على مدى 24 ساعة في 90 ثانية، نشاهد. ديوان المظالم يطلق خدمة تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا في الدعاوى التجارية. الجوازات تحذر من عدم الإبلاغ عن تأخر مغادرة أي حاج، وتؤكد 100,000 ريال غرامة مالية للمخالفين.
وزير التعليم يطلق جائزة التميز في ساعة النشاط غير الصفي بقيمة نصف مليون ريال سنويا. الشؤون البلدية تعلن خطة الاستثمار مع المطورين العقاريين. العمل 1628 عاملة منزلية غادرن دار الضيافة إلى بلدانهن. التدريب التقني والمهني تحذر من الدورات التدريبية غير المرخصة. الاتصالات تطرح تنظيم خدمة التحكم الأبوي للنقاش. خلال 600 جولة تفتيشية صحة الرياض تغلق 32 صيدلية. شرطة الرياض تعلن ضبط منظم حفل غير نظامي لمزاين الإبل. الطيار سليمان الصالح الطائرة مصممة لتحمل أكثر من 150% أقوى قوة يمكن أن تتعرض لها الطائرة. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذه الفقرة 90 ثانية تجدونها على يوتيوب حساب شبكة المجد وكذلك حساب برنامج أخباركم في كل الأخبار اللي استعرضناها الليلة. شكرا لك عبد الحكيم. شكرا لك خالد. وشكرا للمشاهدين الكرام على حسن المتابعة. موعدنا معكم بإذن الله غدا تمام 9 مساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.